se déplacer du domaine de l'affect vers le domaine du rationnel. لأن الإبداع هو هذا هو اللي بغينا من هذه الجائزة. بطبيعة الحال يمكنش الشدة بين عشية وضحاها، علما بأنك ذلك المثقف أمازيغي. بالنسبة لي ما جاء في الدستور 2011 خاصة فيما يخص المادة 5 أي المجلس الوطني للغات بالجمع والثقافة المغربية بالمفرد، ثقافة مشتركة وفيها كذلك أنواع من الثقافة ولغات بما فيها لغتين رسميتين الأمازيغية والعربية، والعربية والأمازيغية تنقلها بأن ما تكونش ما كاينش ترتبية، كاين على كل حال لغتين، كل وحدة عندها تاريخها، كل وحدة عندها نمطها، فهي مختلفتين ولكن مغربيتين وديالنا بجوج. فهذا ما جا في الدستور كان قوي جدا، الا ان ما جا مع الدستور اولا كاين واحد التاخر فيما يخص الخروج الى الوجود بالقوانين التنظيميه. القانون التنظيمي ما خرج حتى 2019، القانون التنظيمي لتاسيس واستدارة اللغه الامازيغيه ما يسمى ب 26/16 فهو خرج للوجود 2019، تنشر من طبيعة الحال في الجرائد الرسمية، إلى أن التفعيل ديالو عرف واحد العدد المشاكل رجع إلى المناخ السياسي اللي تنعيشوه منذ 2016 ومنذ 2019 إلى اليوم. فما هي ما توقفتش، أنا ماشي من اللي تيقول بأن كاين هدف أن الثقافة الأمازيغية أو اللغة الأمازيغية توقف ولا تضرب، لا 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 أظن ما كانش هادشي اللي كان، هو أن ما تخدتش بعين الاعتبار هاد المسألة ديال الدسترة الأمازيغية كلغة رسمية، بمعنى أنها تقتضي إمكانات مؤسساتية مادية وبشرية اللي غادي تمكنها أنها ترجع. تأخر ديال قرون وقرون وتعاملت معها الحكومات والمؤسسات كأنها واقفة على رجلها وما خاصة فقط إلا وسائل باش تقدم. نعطيك 3 4 5 10 الأمثلة، الأمثلة ديال المناصب المالية باش توظف، لأن ما يمكنش تكون بالأمازيغية متخصصين عندهم ماستر والدكتوراه وما كانش تشغيل، علما بأن تشغيل وهذا مثل الثاني ودسترات الأمازيغية وإدخالها في الحياة السياسية والإدارية ماشي فقط في التعليم، تقتضي مناصب، تقتضي مناهج، تقتضي مديريات على مستوى الوزارات، على مستوى الجامعات، على مستوى المجالس الجهوية، على مستوى الجامعات المحلية. هادشي ما دارش، بمعنى أن تعاملنا مع اللغة الأمازيغية كانها مساله بديهيه غاديه بحال صندوق المخصصات، بحال الضريبه، بحال الماء والضوء، بحال الكورونا فيروس. لا، فنظرا ل 7 ولا 8 القرون ديال التاخر في اللغه الامازيغيه، علما بان اللغه اللي ما تتخدمش وما تتقراش وما فيهاش البحث تتموت، وما كانش اللغه اللي ميته واللغه اللي ما ميتاش. كاين فرق بين اللغه اللي تتخدم وتدرس وتتلقن وتتحدث وكل لغه اللي تنخليوها تتموت بوحدها في الجبل. علاش؟ لان اللي حاملها في الجبل هو امي، ما يمكنش الامي يرقي اللغه، اللي ترقي اللغه هما المثقفين اولا وقبل كل شيء، علما بان اللغه هي معجم، هي قواعد، هي ضوابط، هي كذلك ترسيخ اللغه، ترسيخها باش تكون واضحه وداخل الاطار اللي معروف وكذلك اللي الجميع متفق عليه، تنخدموا وتندخلوا في الجزئيات والثانويات. حنا بغينا ندخلوا في الثانويات وفي الجزئيات بلا ما نوصلوا بلا ما نحسنوا الاساس. نعطيك مثال ثاني، ملي تيتقال بان اللغه الامازيغيه نقريو بها لغه التدريس،
هذا سبق الأول، أولا وقبل كل شخص ندرسوها كلغة، تدريس اللغة. وغادي يجي واحد الوقت 30 40 50 سنة ندرسوا بها الكيمياء، ندرسوا بها الفيزياء، ندرسوا بها الإلكترونيك، ندرسوا بها. ولهذا هذه اللغة خاصة تخاذ بعين الاعتبار من طرف المختصين الباحثين، أي الجامعة، أي ما جاء به القانون التنظيمي للمعهد الوطني للغات والثقافة المغربية، أكاديمية اللغة العربية وأكاديمية اللغة الأمازيغية، وكذلك مؤسسات اللغة الأجنبية، لغات بالجمع الأجنبية، مؤسسات الحسانية والتعبيرات الصحراوية وإلى آخره. هذا الشيء ما دارش بمعنى أن جات 2011 كانت قفزة رائعة، وبعد ذلك كان التعامل مع هذه المسألة دي اللغات بالجمع بما فيها اللغة الأمازيغية كان مسألة ثانوية، مسألة عادية روتينية. هي ماشي مسألة روتينية، علاش؟ لأن عندنا 7 إلى 8 القرون ديال المحاربات الأمازيغية. وكذلك أقول وأؤكد بأن العربية ما خدتش حظها في البحث اللغوي وفي تحديد اللغة العربية، لأنها لغة جميلة وقادرة على كل التحديات بشرط شرط شرط أنها تخدم أولا لغويا وثقافيا قبل أن تدخل المجال الإيديولوجي. إذا دخلنا العربية والأمازيغية في المجال الإيديولوجي شد نقطع لك، راه اللغة ما تتخدمش. بمعنى أن اللغات والأمازيغية بالضبط هي مجال الأكاديمية، هذا اللي تيجعل أن الثقافة الأمازيغية في إطار المعهد الملكي. وباش نجي للسؤال ديالك، الجائزة فهي وقفة بالنسبة لي، ماشي فقط باش نكرموا الإنجاز ولا من طبيعة الحال مهم جدا، ولكن كذلك فهي وقفة تأملية، ماذا أنجزه المغرب وأكثر مما أنجزه، شنو هو الخلال، فين كان الخلال، وكيفاش غادي نتقدموا بهذه اللغة وهذه الثقافة، علما بأنه هذا جاء في الدستور وفي جميع الخطابات الملكية بما فيها خطاب أجدير أنها تراث لجميع المغاربة. يتكلم بالأمازيغية ولا ما تتكلمش، هذا نتيجة ديال التاريخ ديال كل واحد. ولكن واش انتي ولا أنا أمازيغي ولا عربي، ما نعرفش، تنعرف بأننا تتكلم بالعربية بالأمازيغية، يمكن انتي ما تتكلمش، هذا تاريخك وهذا، ولكن الأمازيغية ديالك والعربية ديالك، الأمازيغية ديالي والعربية ديالي، وأنا طامح تكون فرنسية وأنجليزية ومع ذلك. هذا هو بالنسبة لي أي انخراط في الأمازيغية في إطار المغربي الكوني، ماشي المغربي الضيق، المغربي الكوني، ماشي الأمازيغية ضد العربية ضد الفرنسية ضد الأنجليزية، لا، كاين المجال لجميع الثقافات واللغات، وكل واحد اللي يعاونه، اللي ما بغيش يهضر بها ما يهضرش، ولكن ما يحرمش الآخرين من أنهم يقراوها ويقروا بها ويهضروا بها.